الظهيرة من الميادين، السلام عليكم وإلى عناوينها. القوى الأمنية العراقية تؤكد سيطرتها على جلولاء والمقدادية، والداخلية تعلن خطة أمنية جديدة لحماية العاصمة. المرجعية الدينية تدعم القوات المسلحة وتدعو إلى الانخراط في صفوفها، واتهامات عراقية لتركيا والسعودية بالوقوف خلف الأحداث الأخيرة. الجيش السوري يستعيد السيطرة على مرتفعات استراتيجية بريف اللاذقية ويقتل قائدا ميدانيا للنصرة قرب رنكوس. مقتل إرهابيين في عملية عسكرية بولاية جندوبة التونسية، والقاعدة تتبنى الهجوم على منزل وزير الداخلية الشهر الماضي. عملوها ثورتنا حمراء تقتل باسم الأديات. وفي النشرة أيضا، أول عمل فني ناقد للربيع العربي يخرج من لبنان، وبتوقيع أسامة الرحباني. أكدت قيادة عمليات دجلة سيطرة القوى الأمنية على جلولاء والمقدادية نافية أي سيطرة لداعش على المنطقتين. إلى ذلك، وصلت أفواج من مقاتلي البشمركة إلى مركز ناحية جلولاء بهدف حماية الدوائر الرسمية فيها، بحسب ما نقلت وسائل أعلام تركية عن مصادر أمنية. المصادر هذه أكدت بدء البشمركة تطبيق خطة انتشار واسعة في مختلف مناطق جلولاء والتي تقع إلى الشمال الشرقي من بعقوبة. قوات البشمركة كانت قد صدت هجوما لداعش من الجهة الغربية لجلولاء، وأعلنت وزارة الداخلية صد محاولة لاختراق الحدود غرب الأنبار نفذها داعش. وفي بغداد، أعلنت السلطات العراقية خطة أمنية جديدة ترمي إلى حماية العاصمة من أي هجوم محتمل، وفق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المتحدث باسم الداخلية العراقية. الخطة تشمل تكثيف انتشار القوى الأمنية فيها في ظل وضع استثنائي من شأن أي تراخ فيه السماح للعدو بمهاجمة بغداد على حد تعبير المتحدث. وحول آخر التطورات، ينضم إلينا من بغداد مراسلنا عبد الله بدران. عبد الله، اليوم تطور في العملية الأمنية في مواجهة داعش، استخدام الطائرات الحربية وتنفيذ إنزالات جوية في الموصل وغيرها من المناطق، لو حدثنا أكثر عن تطورات الميدانية وعن الخطة الأمنية أيضا. نعم دينا، ربما أدركت القيادة العامة للقوات المسلحة العراقية أن داعش فعلا هي بصدد تنفيذ هجوم واسع على بغداد بالاعتماد على حاضنتها غرب العاصمة في أبو رب، بالاعتماد على السيطرة التي فرضتها في محافظة صلاح الدين، وكذلك في كركوك والانتشار على الطريق الدولي بين بغداد وكركوك في محافظة ديالى. وبالتالي اعتمدت القوات المسلحة العراقية أسلوب مهاجمة لتصدير المناطق بالإنزال الجوي في بعض المناطق التي يتم التأكد أن بالإمكان أن يرصد طيران الجيش العراقي خصوصا على تجمعات داعش، وإيجاد مراكز عسكرية مؤقتة يمكن يعني للمقاتلين الإنزال النزول فيها وتنفيذ الخطط العسكرية هناك لتأمين هذه المناطق. اليوم صباحا تمكن الجيش من استعادة حي الزهور في منطقة في محافظة الموصل، سيطر على المطار خصوصا وان المطار كان قد اشيع سابقا بان داعش سيطر على المطار العسكري في محافظه نينوى، وتمكن من الاقلاع بطائرات عسكريه عراقيه، وهذا ما نفته وزاره الدفاع العراقيه التي اسست وجود جميع طائرات المطار في محافظه بغداد وتحديدا في مطار المسمع. بالنسبه لمحافظه ديالى شمال شرق العاصمه العراقيه بغداد، فالقوات الامنيه كان يعني العمليه العسكريه التي نفذتها هي عمليه انتشار من نفق المحافظه من بعقوبه التي شدت فيها الاجراءات الامنيه لمنع مسلحي داعش من الدخول اليها او محاوله القيام بتنفيذ عمليات نوعيه فيها باستهداف المقار الحكوميه فيها، بالتنسيق مع قوات البشمركه التي كانت قد نزلت من كركوك في اتجاه ديالى ويعني امنت ناحيه جلولاء، وخضت فعلا هي هجوم لعناصر داعش في محاوله من التنظيم الاحتلالي جلولاء. في جنوب العاصمه العراقيه بغداد وتحديدا في منطقه اللطيفيه واليوسفيه والمثلث الذي يربط العاصمه بالجنوب العراقي ويحاذيه بمحافظه الانبار، كانت هناك فعلا معلومات عن هيئه داعش بمحاوله السيطره على اللطيفيه، وهذه هي منطقه زراعيه
الجغرافيا فيها والبساتين تساعد على انتشار واختفاء عناصر تنظيم داعش، بالاضافه للبيئه الحاضنه في هذه المنطقه. القياده العامه للقوات المسلحه العراقيه ربما ادركت ان هناك خطرا فعليا بمحاوله تفريق العاصمه بغداد من حتى على الوضع داخل العاصمه. نعم. طيب عبد الله، هذا في الشان الميداني، لكن اليوم حدثين سياسيين بارزين. الاول دعوه المرجعيه في العراق الى الانضمام لمن يقدر على حمل السلاح الى او الانخراط في القوات الامنيه. بالنظر الى الواقع العراقي، كيف نفهم هذه الدعوه وما تعنيه المرجعيه في العراق ايضا؟ وهل وكيف يتم التفاعل بالفعل مع هذه الدعوة؟ نعم، ربما قبل الدعوة وأضافت دعوة المرجعية الدينية في العراق يعني زخما على إقبال العديد من المتطوعين في صفوف القوات المسلحة العراقية، بعد أن أعلن رئيس الوزراء العراقي أن هناك لتشكيل جيش رديف لكي لا يكون هناك أي يعني إضافات سلبية على الهيكلة التي سيتم اعتمادها في المناطق التي شهدت انهيارا امنيا. بعد دعوات المرجعيه العراقيه ربما بحكم ما وصلها من مستشاريها من ان الوضع ربما اشبه بالانفتاك الامني الذي حصل في محافظات حساسه تسيطر على الطرقات والمناكب الرئيسيه التي تربط العراق، وكذلك على مناطق ابار النفط. المرجعيه اليوم كانت حتى قد وصفت في بيانها ان من يتطوع ويقاتل في هذه المعركه يحتسب شهيدا، ولهذا التوصيف اضافات معنويه للمتطوعين في صفوف القوات المسلحه العراقيه، وربما هو دعم معنوي تحظى به حكومه رئيس الوزراء العراقي نور المالكي، بالاضافه للدعم الذي تلقته من جامعة الدول العربيه ومن الدول الغربيه وكذلك من الولايات المتحده الامريكيه. نعم. حتى الان حسب تقديرات وزاره الدفاع قرابه 80,000 متطوع كانوا قد سجلوا لديها من اجل المشاركه في العمليات الامنيه في المناطق التي تشهد انتشارا لداعش. في محافظه الموصل تأكد لدينا تطوع 2200 مقاتل بالاضافه ل 260 شابه في محاولة. نعم. طيب عبد الله، سؤال اخير، نعتذر لضيق الوقت، لكن السؤال هو اليوم ايضا في السياسه هناك تطور، اتهام للسعوديه وتركيا بتمويل والتخطيط لما يجري اليوم في العراق، لكن الى جانب ذلك هناك اتهامات لبعض القوى السياسيه المتواجده في العراق او التي تشارك في العمليه السياسيه، اتهامات لها بانها لها ضلوع بما يجري اليوم في العراق او في هذه التطورات الامنيه. هل من مواقف ربما ترد على هذا الموقف الذي برز اليوم؟ نعم، الحكومة العراقية زعيم التحالف الوطني إبراهيم الجعفري كان قد دعا جميع القوى السياسية يوم أمس لتحديد موعد لعقد اجتماع وطني يخرج بنتيجة سياسية واضحة لجهة الأزمة الأمنية التي يعيشها العراق اليوم. ربما الجعفري يصر على أن يكون في هذا الاجتماع رموز كل المكونات العراقية بما فيها رئيس الوزراء العراقي البرلمان العراقي أسامة المجيحي ورئيس الوزراء العراقي نور المالكي وحتى من يمثلون أقليم كردستان العراق. هناك ربما شبه توجه لدعم هذا المؤتمر من أجل صياغة موقف سياسي موحد ضد ما يعني ضد مما حصل من انتكاسات أمنية خصوصا في الموصل وصلاح الدين الموصل، لأن رئيس البرلمان ربما يتمتع بقاعدة شعبية فيها وهو من هذه المحافظة، وبالتالي موقف رئيس البرلمان ومساندة القوات المسلحة العراقية في عملياتها هناك ربما يضيف دعما معنويا آخر لتوجه الحكومة في مصارعة الإرهاب. نعم. إذا عبد الله بدران مراسلنا حدثنا من بغداد، سنكون معك فور ورود أي تفاصيل جديدة، شكرا لك. في تقرير للأمم المتحدة عن المعارك في العراق أشارت إلى أن عدد القتلى خلال الأيام الماضية بالمئات وأن الجرحى بلغوا نحو 1000، فيما تخطى عدد الذين فروا من مناطق القتال نصف مليون شخص. التقرير تحدث عن أن داعش ينفذ إعدامات ميدانية بحق مدنيين وجنود عراقيين. ومن جنيف ينضم إلينا مراسلنا موسى عاصي. موسى، يعني حول هذا التقرير، إلى جانب هذا التقرير أو ما ذكره هذا التقرير من معلومات، هل من الممكن أن يكون هناك خطوات تنفيذية في ضوء ما يجري في العراق أو لمساعدة المدنيين في العراق؟ نعم، تقرير الأمم المتحدة يدق ناقوس الخطر وتحديدا في مجال الأوضاع الإنسانية والنقص الحاد في موضوع الغذاء والوسائل الصحيه، تحديدا للاجئين الذين فروا من مناطق
المعارك إلى المناطق المحاذية للمناطق الكردية. تقرير الأمم المتحدة يقول أن الإعدامات شملت العشرات في مدينة الموصل بعد سقوطها بيد داعش. هذه الإعدامات شملت جنودا في الجيش العراقي، أفراد شرطة، و 17 مدنيا بتهمة العمل لصالح الجيش والقوى الأمنية العراقية، كما أعدمت موظفا في المحكمة. عدد القتلى بحسب التقرير لم يعرف بعد، ولكن حتى الآن يشير إلى أن المئات سقطوا وأن 1000 جريح على الأقل. طبعا هذا عدد المعارك التي بدأت صباح اليوم، نحن نتحدث عن التقرير إلى ما وصلت إليه المعلومات إلى جنيف حتى مساء أمس. إجرام المجموعات المسلحة، وهذا صدر في تقرير الأمم المتحدة، دفع بأربع نساء للانتحار بعد اغتصابهن من قبل المجموعات المسلحة أو إجبارهن على الزواج من عناصر داعش، بحسب التقرير الأممي الذي يحذر أيضا من كارثة إنسانية بسبب النقص الحافي في المواد الغذائية. التقرير يدعو الجهتين، وهذا ما كان يعني لافتا بهذا التقرير، يدعو الجهتين للتعامل أو لوقف الإجرام بحق المدنيين. وبهذا يضع تقرير الأمم المتحدة الطرفين، طرفي النزاع في العراق، على قدم المساواة. هناك دعوة لافتة أيضا إلى عدم أو العمل إلى عدم نقل المسلحين على الحدود بين سوريا والعراق. هذه دعوة جديدة لم نرها من قبل في تقارير الأمم المتحدة التي تتحدث خاصة عن الوضع في سوريا أو عن الوضع في العراق. طيب، هل من الممكن أن يكون هناك تحرك جدي وفعال من أجل وقف ما يجري في العراق؟ هذه المسألة ليست من اختصاص الأمم المتحدة، الأمم المتحدة وتحديدا المنظمات. لكن هل من الممكن أن ترفع الأمم المتحدة توصيات ربما موسى؟ لم تتحدث عن هذا في التقرير. ما تحدثت عنه هي دعوة عامة لوقف المعارك، دعوة خصيصا للحكومة العراقية لكي تكون أكثر جدية في تعاملها مع الوضع السياسي في العراق. وتقول يقول التقرير أنه بعد 10 سنوات من الحكم في العراق، هذه الحكومات المتتالية لم تتمكن من يعني إيجاد جو لافت وجو إيجابي لبناء دولة عراق جديدة وحديثة. تحمل المسؤولية بهذا الجانب طبعا بدخول هذه المجموعات المسلحة إلى العراق، تحمل المسؤولية بالفعل التقرير وتقرير المتالي، يحمل المسؤولية للحكومة العراقية لعدم قدرتها على تجنيب العراق هذه التداعيات. نعم، إذا موسى عاصي مراسلنا من جنيف، شكرا لك. في المواقف، حذرت المرجعية الدينية في كربلاء من تحد وخطر كبيرين يواجههما العراق، لافتة إلى أن الإرهابيين يسعون إلى السيطرة على جميع المحافظات ولا سيما بغداد وكربلاء والنجف. المرجعية التي عبرت عن دعمها للقوات المسلحة دعت إلى الانخراط في صفوف هذه القوات، كما طلبت من القادة السياسية الابتعاد عن الخلافات. من جهتها، أكدت النائبة عن ائتلاف دولة القانون العراقية عالية نصيف، أكدت أن الأحداث الأخيرة في العراق من تأليف تركي وتمويل سعودي. نصيف رأت أن الأحداث أسقطت الأقنعة عن وجوه مهمة في العملية السياسية أسهمت في بيع كركوك والموصل. الرئيس الأمريكي باراك أوباما أكد أن واشنطن بصدد مساعدة العراق في مواجهة الهجوم الأخير لداعش من دون أن يستبعد شن ضربات جوية محدودة وسريعة. بدوره، رأى مجلس الأمن أن استمرار العنف في العراق يمثل تهديدا كبيرا للأمن العالمي. المواقف الأمريكية تتوالى بعد هجوم تنظيم داعش بشكل مفاجئ على بعض المدن العراقية. الرئيس باراك أوباما أكد بعد لقائه رئيس الوزراء الإسترالي أن واشنطن بصدد مساعدة العراق في مواجهة الهجوم الأخير لداعش. ما شهدناه خلال اليومين الماضيين يؤكد أن العراق سيحتاج منا ومن المجتمع الدولي مساعدة أكبر، لذا فريقي يعمل على مدار الساعة لتحديد كيفية تقديم أكثر المساعدة فعالية للعراقيين. أنا لا أستبعد شيئا، لأن غايتنا هي التأكد من أن هؤلاء الجهاديين لا يكون لهم موطئ قدم دائم في العراق أو حتى في سوريا. البيت الأبيض أعرب عن تضامن واشنطن مع العراق. جو بايدن نائب الرئيس الأمريكي أبلغ رئيس الوزراء العراقي نور المالكي في اتصال هاتفي أن بلاده مستعدة لتكثيف وتسريع الدعم الأمني والتعاون مع العراق. أما وزير الخارجية جون كيري فقد أعرب عن قلقه بشأن تزايد أعمال العنف، لافتا إلى أن الرئيس أوباما مستعد لاتخاذ قرارات مهمة بسرعة لمساعدة الحكومة العراقية في التصدي لأعمال العنف المسلحة. المواقف الأمريكية الداعمة للحكومة العراقية أتت منسجمة مع موقف مجلس الأمن.
المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق أكد أن مجلس الأمن يعتبر أن استمرار العنف يشكل تهديدا حقيقيا. إن استمرار العنف في مناطق عديدة من العراق هو التهديد الأكبر على أمنه منذ سنوات. ردود الفعل الداعمة للحكومة العراقية تأتي فيما تطورات على الأرض تنذر بتداعيات خطيرة بعد أن خلط تنظيم داعش الأوراق وأربك المشهد الإقليمي في المنطقة. هذا وأعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فيتالي تشيركين أن بلاده تنوي الدعوة إلى تنظيم اجتماع لمجلس الأمن الأسبوع المقبل لمناقشة موضوع الإرهاب في الشرق الأوسط. تشيركين بعد اجتماع لمجلس الأمن أشار إلى أن الحرب على الإرهاب لم تنتهي وأن الإرهابيين لا يزالون يواصلون القتال وأن نشاطهم يزداد. أعلنت وزارة الخارجية التركية إجراءها مفاوضات للإفراج عن 80 مواطنا تركيا يحتجزهم تنظيم داعش في الموصل في العراق. قال وزير الخارجية أحمد داود أغلو إنها عملية بالغة التعقيد مشيرا إلى أن الرهائن لم يتعرضوا للأذى. في سياق متصل حذرت وزارة الخارجية المواطنين الأتراك من السفر إلى العراق ودعت من هم هناك إلى المغادرة. في سوريا استعاد الجيش السوري السيطرة على 3 استراتيجيتين وقطع طريق نبع المر في كسب ريف اللاذقية، كذلك أوقع خسائر كبيرة في صفوف المسلحين. في ريف القلمون قتل قائد كتائب عمر المختار في مواجهات من الجيش السوري أو مع الجيش السوري في سهل رنكوس وفق ما أفادت به مراسلة الميادين. الجيش كان قد صد هجوما شنه مسلح النصر على مزارع رنكوس وقد انسحب ما بقي منهم باتجاه جرود طفيل حيث استهدفتهم المقاتلة السورية. أكدت وزارة الداخلية التونسية اليوم القضاء على عنصرين إرهابيين اثنين في المهمة الأمنية التي تنفذها منذ الليلة الماضية وحدات الحرس الوطني في إحدى المناطق بولاية جندوبة. هذا وتبنى تنظيم القاعدة الهجوم على منزل عائلة وزير الداخلية التونسي لطفي بن جدو الشهر الماضي والذي أدى إلى مقتل وجرح العديد من عناصر الأمن. ومعنا من تونس مراسلنا عماد شتارة. عماد، لو حدثنا عن آخر التطورات في العمليات الأمنية في جندوبة. ما رجح من آخر الأخبار يفيد بأنه فضلا عن مقتل هذين العنصرين الإرهابيين تم إلقاء القبض على مجموعة أخرى من العناصر الإرهابية. لم يتم إلى حد الآن الإعلان عن عدد هذه العناصر التي تم إلقاء القبض عليها أو حتى عن هوياتها. ما يلفت النظر إلى أن نداء السيد الناطق باسم وزارة الداخلية إلى أهالي المنطقة بالإبلاغ عن كل تحرك مشبوه إن كان أحد الأشخاص مصاب أو يحمل أثار دماء أو غريب عن المنطقة. هذه علامات تدل على أن هناك بعض العناصر الفارين من التبادل في إطلاق النار الذي جد الليلة البارحة. إذن العملية ما زالت متواصلة، لم تبح بكل أسرارها. هناك من تشبث بالفرار، هناك من تم إلقاء القبض عليه، وهناك من تم تصفيته وهما اثنان عنصران إرهابيان. إذن العملية لم تتضح بعد معالمها وهناك تكتم شديد إلى حد إتمامها بالكامل. لكن هل يرشح معلومات عن أن هذه العملية ستستمر أو ربما ستنتقل إلى مناطق أخرى أيضا هي مناطق نستطيع أن نقول عنها يعني ذات سخونة من هذه الناحية؟ دعنا نقول أن المنطقة التي وقعت فيها المواجهات هي قريبة من الحدود الغربية للبلاد التونسية، بالتالي قريبة من الحدود الجزائرية. هذه المنطقة تضاريسيا تعرف بالجبال وبالغابات، بالتالي هي مكان حيوي للتنقل لهذه العناصر للتخفي. من الوارد جدا أن هؤلاء العناصر الفارين بإمكانهم أن يلتحقوا بالغابات وبإمكانهم أن يمروا أيضا إلى الحدود الجزائرية. كل شيء وارد، قد يتابعون الشريط الحدودي من الشمال إلى وسط البلاد أو إلى جنوبها، بالتالي حتى الوحدات الأمنية لم تذكر المنطقة تحديدا، قالت في منطقة ما في من محافظة جندوبة حتى لا تذكر المنطقة خوفا من أن هذه العناصر تتلقى تعزيزات أو إمدادات من العناصر التي تتعامل معها، بالتالي هناك تكتم على المنطقة وعلى عدد الأفراد وعن نتائج العملية إلى حين
إتمامها بالكامل. طيب عماد، بما أن هذه المنطقة قريبة من الحدود الجزائرية، هل حكي عن تنسيق ما مع القوات الجزائرية أيضا؟ التنسيق قديم ومعلن، يعني التنسيق التونسي الجزائري في كل فرصة تتاح يتم التأكيد على أن التنسيق الأمني العسكري بين تونس والجزائر على الحدود المشتركة بين البلدين يكاد يكون شبه يومي، وهناك أيضا تنسيق استخباراتي وتبادل للمعلومات. وزير الداخلية في تدخل سابق أكد بأن هذه العناصر المتحصنة بالجبال باتت مكشوفة أيضا بالأسماء، يعني باتوا يعرفون من هؤلاء، كم عدد تقريبا يعني عدد العناصر التونسيين والجزائريين المتحصنين بهذه المنطقة، وقال هي مسألة وقت لحسم الأمر لا غير. طيب عماد، اليوم هناك تبني من قبل تنظيم القاعدة لاستهداف منزل وزير الداخلية التونسي الشهر الماضي، كيف تفاعلت الأوساط السياسية مع هذا الإعلان والتصريح عن هذا التبني؟ حاليا ليس هناك أي تفاعل يذكر. تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي أعلن عن نفسه من خلال بعض العمليات التي تمت على الحدود مع الجزائر. بالنسبة للساحة التونسية، عادة ما تأخذ هذه الجماعات أسماء أخرى، أسماء مغايرة، تنظيم أنصار الشريعة، تنظيم الدولة الإسلامية في تونس، ولكن المختصين في الإرهاب وأكدوا ذلك في أكثر من مناسبة أن هناك تنسيق بين هذه الجماعات، وهم يعملون بتنسيق مشترك فيما بينهم، بالتالي حتى الجماعات التي تتحرك في تونس تعلن عن نفسها أنها تتبنى فكر القاعدة، ولها القاعدة العقلية أو العقيدة التي تحرك هذا التنظيم. نعم، إذا عماد اشترى مراسلنا حدثنا من تونس، شكرا لك. في اليمن، هدد حزب الرئيس السابق علي عبد الله صالح هدد بالانسحاب من الحكومة ردا على التعديلات الحكومية التي أجراها الرئيس عبد رب منصور هادي على وقع الاحتجاجات الشعبية، كما أثارت التعديلات مواقف معارضة من الحزب الاشتراكي وقوى ناصرية فضلا عن أنصار الله الحوثيين. أحمد عبد الرحمن والتفاصيل. 5 وزراء طاح بهم التعديل الوزاري الذي أجراه الرئيس اليمني عبد رب منصور هادي على حكومة الوفاق الوطني برئاسة محمد سالم باسند، وبعد احتجاجات شعبية طالبت بإقالة الحكومة، خطوة قوبلت بالرفض من بعض الأحزاب السياسية. فالحزب الاشتراكي رأى أنه تجاهل الشراكة الحقيقية، والناصري وصفها بالإجراء الشكلي. هذه التعديل لم تمثل كافة المكونات، لم تأتي بكفاءات يمكن أن تغطي جانب العجز، ولهذا نرى أن هذه التعديلات غير كافية، وإنما هي عبارة عن امتصاص لغضب الناس. التغيير الذي شمل وزراء الخارجية والمالية والكهرباء والنفط والإعلام وشركة النفط ومكتب الرئاسة وأمانتها العامة دفع بحزب الرئيس السابق إلى التهديد بالانسحاب من الحكومة، إضافة إلى عزل الرئيس هادي الذي يشغل منصب الأمين العام للحزب. خلال 24 ساعة القادمة ستكون هناك قرارات من حزب المؤتمر، ربما ينسحب من الحكومة ويخرج إلى المعارضة بشكل كلي. قرارات تزامنت مع وجود أعضاء فريق الخبراء التابعين للجنة العقوبات الأممية في صنعاء واستدعائها للرئيس السابق واللواء علي محسن الأحمر وقيادات أخرى، ومن خلالها أفشل هادي انقلابا عليه بحسب محللين. التعديل جاء في ظرف حرج قام به رئيس الجمهورية نظرا لوضع حالة إعاقة للانتقال السلمي للسلطة، وحسب توقعات كان هناك عملية انقلاب. الشارع اليمني بدوره بدا منقسما بين التأييد والرفض لهذه التعديلات. خطوة إيجابية وتأمل الشعب للخير ما دام في تغييرات. لم تكن بالشكل المطلوب. عبد الرب منصور هادي أبعد أو أزال فاسدين وأتى فاسدين آخرين من الأحزاب السياسية. قد يكون الرئيس هادي بإزاحته بعض الوزراء قد تمكن من السيطرة على الشارع، لكنه كما يبدو أثار حفيظة الأحزاب الكبيرة بالتعيينات وإن لم يأتي بأشخاص من خارجها. أحمد عبد الرحمن، صنعاء، الميادين. ولمناقشة هذا الموضوع معنا في الاستوديو عضو مجلس النواب اليمني المستقل علي المعمري. سيد علي،
أتحدث بداية بحسب التحليلات، هذه التعديلات التي أجراها الرئيس اليمني أدت إلى عدم حصول انقلاب عليه، كيف ذلك؟ يعني كيف تم ذلك؟ ومن الذي كان يخطط لهذا الانقلاب؟ اسمحي لي في البداية أن أشكر قناة ميادين للاستضافة وجمعة مباركة للمشاهدين. شكرا. أنا أعتقد أن الحديث عن انقلاب في اليمن هو يعني حديث فيه إهانة لعقول اليمنيين واستخفاف بذكائهم. لا أتصور أن عاقلا يعني يمكن أن يفكر بالانقلاب في اليمن، وذلك لأن أي حديث عن انقلاب هو انقلاب عن إرادة دولية، عن يعني مبادرة خليجية، قرارات مجلس الأمن، ولهذا لا يمكن أبدا أن يحصل انقلاب في اليمن مطلقا، استحالة أن يتم انقلاب. هناك من يريد أن يوظف مثل هذا الحديث وتخويف الناس من أجل تمرير بعض القرارات وبعض يعني وبعض الأمور. لكن سيد علي، ليس كل اليمنيين مع هذه المبادرة العربية، وليس كل اليمنيين مع هذه ربما التعامل مع الخارج من أجل حل المسألة اليمنية. أنا معك أن ليس كل اليمنيين مع المبادرة الخليجية، لكن مثل ما قلت المجتمع الدولي متوحد فيما يتعلق باليمن، وأي انقلاب يحصل في اليمن لا يمكن أن يحظى، سيكون انقلاب على المجتمع الدولي، ولا يمكن استنساخ الواقع المصري على اليمن. هناك فروقات كبيرة والمجتمع الدولي حاضر في اليمن، ولهذا الحديث في 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 عن انقلاب أمر مستحيل ولا يمكن التصديق بذلك. أنا أعتقد أن هناك محاولة لتضخيم مثل هذا الأمر للاستفادة منه في تمرير بعض القرارات، والقرارات الأخيرة جاءت يعني بناء على هذا التهويل. موضوع الانقلاب أمر لا يمكن حدوثه في اليمن. طيب، اليوم هناك تهديدات من قبل حزب الرئيس السابق بالانسحاب من الحكومة، أيضا بعزل الرئيس عبد ربه منصور هادي عن الأمانة العامة لهذا الحزب، كيف سيتعامل الرئيس مع هذه التهديدات؟ أعتقد أن واحدة من خصوصيات الثورة اليمنية، ثورة 11 فبراير، أنها قبلت بالاستمرار، يعني قبلت التغيير مع الاستمرار في وجود نظام سابق. نعم. أنا أعتقد أن عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليوم مع وجود حالة من رفض للأحزاب للقرارات الأخيرة التي جاءت، أعتقد أنه حان الوقت يعني يطبق التجربة التونسية الراشدة، حكومة تكنوقراط أعتقد هي الحل. لكن فيما يتعلق بالتغييرات الحكومية التي حصلت، أعتقد أن هناك حالة من الاستياء الشديد وحالة من السخط الشديد لدى الشعب اليمني نتيجة لانعدام خدمات أساسية مثل الكهرباء ومشتقات النفطية. لكن ليس الوزراء الذين أقيلوا هم سبب هذه المشكلة. اليوم وزير المالية أو وزير النفط أو وزير الكهرباء ليسوا هم المشكلة في انقطاع مادة المشتقات النفطية وانقطاع الكهرباء. أشرح لك، هناك جماعات إجرامية بشكل يومي تفجر أنبوب النفط وتقطع يعني وتفصل شبكات الكهرباء، مدعومة من بعض قوى النظام السابق التي تضررت كثير من موضوع الثورة. هذه الجماعات المجرمة التي تقطع الطرقات أمام سير ناقلات النفط، التي تمنع مصافي النفط من العمل، التي تمنع أنبوب النفط، أنت تعلم أن 80% من موازنة الدولة في اليمن هي من أنبوب النفط الذي يفجر كل يوم. وظيفة من حماية مثل هذه يعني هذه المنشآت الهامة؟ نعم. وظيفة القوات المسلحة. كنا نعتقد أن الذي ينبغي أن يغير هو وزير الدفاع. كيف يمكن لوزير المالية أن يذهب لإيقاف يعني سيل المشتقات النفطية التي في الأخير تصب في مورد وزارة المالية؟ ما حصل في من قرار التغيير، أعتقد أن جماعة المصالح المرتبطة بصانع القرار في اليمن تضررت كثير من وجود وزير مالية محترم أو وزير نفط محترم، لأن هناك مصالح كبيرة في هاتين الوزارتين، يراد لوزراء أضعف من هؤلاء أن يكونوا موجودين على رأس هاتين الوزارتين، وتأكيدي على صحة نظافة وطهارة هذين الوزيرين، أنه تم تعيين أحدهم في أعلى منصب سياسي ممثل لليمن في الأمم المتحدة والآخر في أهم محافظة محافظة اليمن. أقول أن التغيير السياسي، التغيير الحكومي أمر مهم، وأن هناك حالة من الاستياء والسخط صحيح، وأن انقطاع الخدمات أمر اليمنيين كلهم اليوم يعانون من هذه المسألة، لكن التغيير كان ينبغي أن يذهب لتلبية طموحات واحتياجات الناس. التغيير اليوم تم الاستفادة من أحداث يوم الأربعاء الفائت والحديث عن انقلاب من أجل تغيير لبعض الوزارات التي كانت
يعني وزارات ممانعة لكثير من عمليات فساد لجماعات مصالح مرتبطة بصانع القرار في اليمن. يعني هذا يبرر ما أفهمه منك بأن هذا يبرر هذا ربما هذا النهوض الشعبي ضد التغييرات الحكومية التي حدثت في الشارع أيضا. يعني السؤال هو هل هناك حقية للأحزاب التي رفضت هذه التعديلات؟ أنا أقول أنه ليس من حق الأحزاب أن ترفض التغييرات لسبب واحد. أنا كنت عضو في لجنة الضمانات في مؤتمر الحوار الوطني، ولجنة الضمانات كانت مشكلة من جميع القوى السياسية بما فيها المؤتمر الشعبي العام للإصلاح وكل القوى والحوثيين وكلهم، وكلنا وقعنا على وثيقة. واحد من أهم نقاط هذه الوثيقة أعطيت الصلاحية للرئيس الجمهورية في إحداث تغيير في الحكومة دون العودة لهذه الأحزاب. اليوم الحديث عن ضرورة العودة أعتقد أمر قد تم تجاوزه في من خلال وثيقة الضمانات التي صدرت في مؤتمر الحوار الوطني. لكن أقول الرفض الشعبي لما حصل من تغيير حكومي لأن التغيير لم يأتي لتلبية لطموحات الناس، جاء لتلبية أمرين اثنين. أعتقد أن الإقليم كان مصر على تغيير بعض الوزراء، ووجود وزير الدفاع ساعد التغيير الحكومي الأخير في الرياض إشارة واضحة. لماذا؟ لأنني أعتقد أن دول في الإقليم يعني نتيجة العداء الحاصل بين السعودية مثلا والإمارات والإسلاميين في المنطقة تعتقد أن وزراء إسلاميين موجودين في الحكومة لا يمكن لهذه الدول أن تقدم مساعدات إلا بتغييرهم. التغيير الحكومي الذي جاء في اللحظة التي كان فيها وزير الدفاع في الرياض واحدة من أسباب هذا التغيير الحاصل. والأمر الثاني جماعة المصالح المرتبطة بصانع القرار وجدت أن هناك ممانعة شديدة في وزارة المالية ووزارة النفط على وجه الخصوص، ولديها مصالح كبيرة في هاتين الوزارتين، ولهذا كان الاستفادة مما حصل في الشارع يوم الأربعاء توظيفا والحديث عن انقلاب وما انقلاب توظيفا لتمرير مثل هذه القرارات. نعم، إذن السيد علي المعمري عضو مجلس النواب اليمني المستقل، شكرا لك لحضورك. شكرا لك أختي الكريمة. شكرا لك. أطلقت الفنانة اللبنانية هبة طوجي أغنية تتناول ما يسمى الربيع العربي. هذه الأغنية تنتقد تحويل الثورات إلى قتل باسم الأديان، أهدتها إلى التونسي محمد البوعزيزي وإلى الأطفال الضحايا. الأغنية تثير جدلا بين مؤيدي ما يعرف بالربيع العربي ومنتقديه. المزيد من التفاصيل في تقرير لمحمد محسن. عن أي ربيع بغني؟ عن أي ربيع بقول؟ هالناس اللي عم تسقط هني قبر يومي المسؤول. حلمنا بربيع مزهر عطره ينتشر عن الناس، طلع الربيع محير زهر دم ولاده ناس. سؤال تطرحه هبة طوجي وأسامة وغدر الرحباني باسم الكثيرين ممن تفاءلوا بالحراك المسمى ربيعا عربيا قبل أن تأتي النتائج أكثر من صادمة. فبدل الحرية في التعبير انتشرت ثقافة الإلغاء وتدمير مقدرات الدول، وبات الذين من المفترض أن ينعموا بالحرية قتلاها. بديت بعربية خضرة ولعت ثورة بالميدان، عملوها ثورتنا حمرة تقتل باسم الأديان. هي رسائل عن تمدد للتيارات التكفيرية في ليبيا، إلى تهديدات قوية تطاول وحدة اليمن، إلى سطوة الإرهاب في العراق وفي سوريا التي لم تبقى دولة في العالم إلا تدخلت في شؤون شعبها، وبات الذبح والتعذيب والتكفير فيها وجهة نظر. دول كبيرة دخلت فينا بمصالحها السياسية، طارتنا عزم الليالينا بحورتنا مش محمية، جابوهن من ديا بعيدة هودي بربر المغول. ثمة من حول تسمية الربيع العربي إلى أيديولوجيا مقدسة باسم الحرية، لكنه وللمفارقة يرفض انتقادها. من لبنان الذي لم يعش حراكا شبيها بما جرى في محيطه، خرج أول عمل فني ناقد للربيع العربي. ما زال في هذا البلد الصغير من يستطيع التعبير عن خوفه، فيما يخشى آخرون في بلدان تشهد ربيعها أن يعبروا حتى عن خوفهم، يقتلون باسم الثورة كما كان غيرهم يقتل ويظلم باسم المؤامرة. ثورة التغيير لتطور مش لترجع لورا، خوفي لها الثورة تأخر وتصيرنا مسخرة. وللحديث أكثر عن هذا العمل الفني معنا من بيروت المنتج والمؤلف الموسيقي أسامة الرحباني. أستاذ أسامة، نسأل بداية، يعني أول عمل فني ناقد لما يسمى بالربيع العربي أو بثورات الربيع العربي انطلق من لبنان،
لبنان ربما كان بمنأى عن ثورات الربيع العربي، هل ترون أنفسكم كلبنانيين معنيين بما يجري؟ أول شيء تحياتي لك ولمشاهدي قناة الميادين وبشكرك على التقرير الجميل. بس بحب أوضح أنه ما في حدا، ما في بقعة بالعالم العربي هي بمنأى عن ما يسمى الربيع العربي. نحن نعرف الترددات اللي وقعت بلبنان وأخيرا حتى الصراعات والاصطفافات اللي صارت بلبنان، لأنه لبنان يمكن دائما عنده صدى لكل هذه الأمور، لأنه تشعباته وكمان المزيك الموجودين نحن فيه بهذا العالم العربي. من هون في يقول أنه بلا، نحن عنا تأثيرات كتير كبيرة كمان طبطنا، خصوصا من وراء اللي عم بيصير بسوريا أو حتى مرات من العراق وكل المغرب العربي، لأنه بالنهاية كل الناس هي موجودة بعالم واحد اسمه عالم عربي نطمح إلى حرية وإلى ديمقراطية، بس بأي ثمن وعلى أي طريقة؟ هون الواحد لازم يفتش. نعم. طيب أستاذ أسامة، قد يؤخذ على هذا العمل الفني أنه لم ينتقد الأنظمة، في ظل يعني حديث عن أن الأنظمة هي التي أدت أو أنتجت كل هذه الأزمات التي تعيشها البلدان العربية. ما بدي بس حددها بس بالأنظمة، هي النمط العربي بالتفكير العقلاني كمان، وأكثر إذا بدي أقول المرحلة التاريخية الكبيرة اللي عايشينها نحن من 3000 سنة. يعني بعطي مثل صغير، إذا بدنا نحكي عن التجربة المصرية، انتهت نحن بانتخاب رئيس جديد والله يوفق مصر اللي هو قائد كمان عسكري السيسي صار أصبح رئيس جمهورية. يعني هون ترجعت للتاريخ لورا بتلاقي 3000 سنة مين بيحكم مصر؟ العسكر الفرعون كان هو القائد العسكري. يمكن تمتعت مصر فقط في مرحلة الفاروق، ملك فاروق بأنجأ بأنه حكم غير عسكري. بغض النظر ما عم نناقش إذا جيد ولا مش جيد، بس التغيير عظيم. نحن بالنهاية مع أي تغيير ومع أي مطالبة بالحرية والديمقراطية ضمن ما يسمى الثورة اللي هي للتغيير، مش أما نصير في اصطفافات طائفية ومذهبية وعشائرية وإثنيات وقتل وذبح بهمجية والعودة إلى بدائية وشريعة الغاب اللي عم نشوفه. هو ما حد يقنعنا عن الثورات، أنا مع الثورة ومع الربيع العربي، لكن الخيبة موجودة بالأغنية، انطلقنا من الأغنية على أساس خيبة أنه هذا هو الربيع كنا منتظرينه. كلنا نطوق إلى الأفضل، كلنا نطوق إلى التمتع بالديمقراطية، بس الديمقراطية لازم نعرف كيف نلبسها وكيف نتصرفها، مش إنه تيجي تهبط علينا بالطريقة ما نعرف نتصرف فيها وفجأة نحولها لطائفية. أحد الأسباب السيئة أنا اللي بشوفها بالعالم العربي هي هذا الصراع الديني الموجود اللي بلحظة الثورة تتحول عن مسارها الأساسي بتروح لحروب، ولا خليني أقول بعد شوي رح نصير حرب سنية شيعية، بعدين حرب بين السنة بين بعضهم، حرب بين مسيحية بين بعضهم، بين مسيحية وإسلام، يعني مختلف جو تاني تماما. لهذا السبب اجت هذه الصرخة، هذا الوجع اللي لأنه عم نشوفه بهذا العالم العربي من عنف، وخليني أقول أكثر من هيك هالحرب اللي أنا بشوفها أهلية صارت ببعض مطارح، العراق هي حرب شو؟ سوريا هي حرب شو؟ واليمن هي حرب شو؟ ليبيا شو؟ إذا بدي أقول إنه تونس، وأتمنى كل التوفيق للثورة اللي صارت وصارت تنجح وتتطور أكثر، وأيضا بمصر، بس خلقت ما يسمى شرخ كبير بين الإخوان المسلمين والناس في الوسط والجيش. يعني هون في نقطة واحد لازم يتحسى دائما، التطور الفكري والحضاري بالسياسي كيف التعاطي معه في ظل ما يسمى التطرف الديني. نعم أستاذ أسامة، في ظل ما تتحدث عنه ربما وصلتكم الانتقادات التي تقول بأن هذه الأغنية هي لا تدعم حق الشعوب في تقرير مصيرها، لكن السؤال هو أنكم أطرتم المشكلة في هذا العمل الفني الذي قدمتموه، أستطيع أن أقول عنه أنه رائع. هل من الممكن أن تقدموا حلا في عمل فني مقبل، والفن يلعب دوره أيضا في ربما إيجاد بعض الحلول؟ سيدتي احنا هون مش منه مثل بيان احنا عم نصدره لانه حسينا نحن، لانه احساسنا، لانه هذا الخيبه الكبيره، هذا الوجع، واذا بدك الظلم اللي وقع على كل طفل عربي او كل انسان عربي من وين ما اتى، كان من انظمه استبداديه وديكتاتوريه او كان من ناس مطالبين بالحريه او حتى لمن دخلوا التطرف عليها وفاتت المصالح. اي ثوره يدخل عليها مصالح بدها تفرض، بدها تصير غلط، بدها تفيد عن مسار الاساسي اللي هو يطوق الى الحريه واعطاء لحياه افضل. ما بتصور انا الحياه الافضل هي انه يرجع لورا ونصير متطرفين اكثر ونصير همجيين اكثر بالتصرف، بالقوه بدنا نفرض ارائنا على الناس. الثوره هي دائما تطمح الى الحريه والانعتاق الحريه، هي اهم شيء. انا بالنسبه لي ان شاء الله يكون في اشياء ثانيه، بس حاليا هذا هو الوجع، لو ما حسينا هيك ما كتبنا هيك.
المنتج والمؤلف الموسيقي أسامة رحباني حدثنا من بيروت، شكرا لك. إلى أوكرانيا، حيث قتل 3 أشخاص خلف تفجير سيارة مفخخة استهدفت سيارة يستخدمها رئيس المجلس المحلي في دانياتسك شرق البلاد دينيس بوشالين. بوشالين كان قد تعرض لمحاولة اغتيال أيضا الأسبوع الماضي عندما استهدف مسلحون موكبه وسط المدينة وقتلوا نائبه. في سياق متصل، يواصل الجيش الأوكراني قصفه لمدينتي ماريوبول وسلافيانسك على الرغم من اتصال الرئيس الأوكراني بيتر باراشينكو برئيس فلاديمير بوتين أمس للبحث في التسوية الأوكرانية. دخلت أفغانستان فترة الصمت الانتخابي على أن تجرى جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية لتعيين رئيس جديد غدا السبت وسط توقعات بتحسين ظروف الحياة. تقرير محمود واثق. منذ رحيل الطالبان عن الحكم نهاية عام 2001 اتخذ مير أحمد صانع الأحذية من هذا الكوخ محلا لعمله المتواضع في أحد أحياء كابول. واكب جميع التطورات السياسية والأمنية المتسارعة في بلاده. يقول أحمد إنه يعلم جيدا إن الانتخابات المقبلة لن تغير من واقع حياته قيد أنملة، وعلى الرغم من ذلك فهو يصر على المشاركة في العملية الانتخابية. أريد أن أصوت حتى نثبت بأن الرئيس يجب أن يأتي عبر صناديق الاقتراع وليس من خلال المؤامرة والحروب. ما يقلق أحمد والناخبين الأفغان هو الوضع الأمني الهش واستمرار الحرب في بعض المناطق التي حصدت ولا تزال تحصد حياة آلاف المدنيين. تقول السلطات إن أكثر من 190 ألف عسكري من قوات الجيش والشرطة ستتولى حماية مراكز الاقتراع في اليوم الانتخابي، وإن هذه القوات ستثبت قدرتها على التصدي للمخاطر الأمنية بعيدا عن دعم القوات الأجنبية. ندعو جميع المواطنين للخروج في يوم الانتخاب والمشاركة في هذا العرس والاستحقاق التاريخي، فمصير البلد سيتقرر عبر صناديق الاقتراع. قواتنا المسلحة سترد على التهديدات مهما كان مصدرها. العاصمة كابول تحولت بعد إعلان فترة الصمت الانتخابي ل 48 ساعة إلى ما يشبه الثكنة العسكرية. نقاط تفتيش كثيرة أقيمت وإجراءات أمنية استثنائية اتخذت تحسبا لوقوع هجمات هدد الطالبان بتنفيذها، كما طالبت الأفغان بمقاطعة الانتخابات. الاختبار الحقيقي لقدرة هذه القوات على حماية البلد والاستحقاق الانتخابي قائم بفعالية، وخاصة أن القوات الأجنبية تستعد للرحيل نهاية العام الحالي، وتقول هذه القوات إنها قادرة على مواجهة التهديدات التي قد تمثلها الجماعات المسلحة. محمود واثق، كابول، الميادين. أهلا بكم. واصلت أسعار النفط ارتفاعها على وقع أعمال العنف في العراق. سعر برميل برنت فاق 113 دولار في ظل المخاوف من تقليص الصادرات النفطية العراقية بسبب زحف مسلحي تنظيم داعش نحو بغداد. العراق وهو ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة أوبيك ينتج حاليا 3,330,000 برميل في اليوم، ويخشى المراقبون من حصول أي بلبلة في المعروض النفطي لأنها قد تعيد الانكماش إلى الاقتصاد العالمي وتعيق نموه. أجلت شركة لوكهيد مارتن وهي واحدة من أكبر مصنعي الأسلحة الأمريكيين أكثر من 25 من موظفيها من منطقة بلد شمال العراق. الشركة الأمريكية قالت إنها تحرص على سلامة موظفيها الذين استقروا في العراق للعمل مع سلاح الجو العراقي، لكنها لن توقف الصفقات المتفق عليها سابقا، وأولاها إرسال 36 مقاتلة من نوع F-16 قد تصل في الأشهر المقبلة. في السياق نفسه، كشفت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية جينيفر ساكي إن شركة دفاعية أمريكية تعمل لحساب الحكومة العراقية أجلت مئات الموظفين من قاعدة جوية شمال بغداد إلى داخل العاصمة العراقية بسبب الهجوم الذي شنه مسلحو داعش. وأوضحت ساكي أن هؤلاء الموظفين الأمريكيين متعاقدون مع الحكومة العراقية في إطار دعم برنامج المبيعات العسكرية الخارجية الأمريكي في العراق. مقابل هذه التدابير الأمريكية، بدأ وزير الطاقة التركي تانر يلدز مطمئنا إلى أمن إمدادات النفط التركية، وقال إن تصاعد القتال في العراق لا يمثل خطرا على إمدادات بلاده، ولا سيما أنها تحصل على النفط من إقليم كردستان برغم اعتراض الحكومة المركزية بمعدل يبلغ 100,000 برميل يوميا.
تخطط مصر لإنشاء منطقة تخزين للقمح ولتوسيع موانئ في قناة السويس، ما يدعم خطط البلاد لتوفير احتياطيات استراتيجية من الغذاء. إعلان المشروع يتزامن مع ذكرى جلاء آخر جندي بريطاني عن القناة عام 1956، وأكدت الحكومة أنها تسعى إلى جعل القناة مركزا لوجستيا عالميا لتخزين الحبوب. ومن الآن حتى تحقيق هذا المسعى اشترت مصر 180 ألف طن من القمح تصل إلى موانئ البلاد نهاية تموز يوليو المقبل. مصر حصلت على الأقماح بسعر تنافسي لا يتعدى 162 دولار شاملا أكلاف الشحن للطن الواحد. يعاني سكان العاصمة الليبية أزمة وقود. طوابير طويلة من السيارات امتدت أمام محطات البنزين في طرابلس بانتظار وصول إمدادات وعدت بها الشركة الحكومية. شركة البريغا لتسويق النفط المسؤولة عن إمداد محطات البنزين بالوقود ذكرت أن غياب الأمن في بعض المحطات جعل من الصعب إيصال الإمدادات، وقضى بعض السائقين عدة ليال داخل سياراتهم على أمل التزود بالبنزين في وقت تعاني فيه البلاد اضطرابات سياسية وأمنية واسعة. جشع مالكي المناجم في جنوب أفريقيا يخفض تصنيف البلاد الائتماني، فإصرارهم على عدم إعطاء عمال المناجم حقوقهم أدى إلى إضرابات عامة خفضت النمو، ودفعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني إلى اعتبار الآفاق الاقتصادية سلبية. الوكالة قالت إن توزيع الدخل في البلاد يعد من الأكثر تفاوتا في العالم، وأكدت أن إرث الفصل العنصري ما زال يؤثر في العدالة الاجتماعية في البلاد. الوكالة أشارت إلى وصول نسبة البطالة إلى أكثر من 25%، ما يكبح النمو إلى 1.5% خلافا لتقديرات سابقة بأن يصل إلى 3%. نكتفي بهذا القدر من الأخبار ونعود إليك دينا. شكرا للزميلة لسار كرم. لطالما غذت الينابيع العذبة في محافظة زغوان التونسية مدينة قرطاج عبر شبكة معقدة من الحنايا والقنوات المائية المتطورة. تفاصيل أكثر مع أمان الله المنصوري. لا حياة من دون مياه، ولم تك قرطاج ما هي عليه اليوم لولا العذبة. عرف الرومان ذلك قبل 18 قرنا، ففعلوا ما هو الأشبه بالمستحيل. دفعوا الماء رغما عنها من ينابيع جبل زغوان مسافة 132 كيلومترا إلى قرطاج عبر الحنايا. يطلق البعض عليها تسمية أهرامات تونس، فهذا المعلم الفريد الذي يمتد من جهتين متعرجا بين السهول والأودياء اعتبر معجزة هندسية لانحدار حناياه المدروس من جبل زغوان حتى قرطاج بدرجة ميلاننا قدرها 0.29 درجة لضمان تدفق طبيعي للمياه. ما يمد مدينة قرطاج بالماء صالح للشرب عبر قنوات تمر بمدينة أوذنا حاليا، وهو معبد به الخصائص المعمارية المائية. بشكله شبه الدائري وبأحواضه المتناسقة كان معبد المياه أيقونة عراقة الفن المعماري الروماني. هنا في هذه التجويفات زين المعبد بحوريات الماء، وهنا في هذه الأحواض تبرك الرومان بهبة الينابيع الجبلية. في زغوان هناك عديد العيون وقع تجميعها في نقطة واحدة، وقع بناء هذا المعبد اللي يسمى معبد المياه أو لونين فيوم باللغة الفرنسوية. علاش؟ على خاطر كان في الأماكن هذه تماثيل لإلهة المياه. قدس الرومان المياه وشيدوا لها المعابد. تقول الأسطورة أن الإمبراطور هادريانا أمر ببناء معبد مياه هو الوحيد في العالم، حيث كانت ينابيع المياه تنفجر فيه من تحت رجلي آلهة البحر في المعتقد الروماني. أمان الله المنصوري، تونس، الميادين.
السلام عليكم. بساطة حفل افتتاح كأس العالم عوضها المنتخب البرازيلي بفوز كبير على كرواتيا بثلاثة أهداف لواحد في افتتاح منافسات المجموعة الأولى. الاحتفالات عمت مختلف مدن بلاد السامبا. عشرات الآلاف احتشدوا في الساحات العامة وتابعوا اللقاء على شاشات عملاقة. فرحة البرازيليين بدت واضحة مع تسجيل الهدف تلو الآخر، مسجلين أفضل انطلاقة لهم في المونديال. الفوز دفع الجمهور إلى مواكبة المنتخب عن كثب والابتعاد عن التظاهرات المطلبية. مفارقة تاريخية حضرت في المباراة الافتتاحية. لأول مرة في كأس العالم تفتتح الأهداف عن طريق الخطأ بعدما سجل البرازيلي مارسيلو هدفا في مرمى بلاده. الهدف هو 37 الذي يسجل عن طريق الخطأ في تاريخ كأس العالم، ويعد مونديال فرنسا 98 أكثر بطولة شهدت أهدافا عن طريق الخطأ مع 7 أهداف. منافسات المجموعة الأولى تستكمل اليوم بلقاء المكسيك والكاميرون. كعادته في الأعوام الأخيرة أنهى المنتخب الكاميروني استعداداته للعرس العالمي بمشكلة مكافآت مع حكومة بلاده. يمني أسود الترينغا النفس بتكرار إنجاز مونديال 90 عندما كانوا أول منتخب من القارة السمراء يبلغ دور 8، وسيعولون لتحقيق هدفهم على خبرة مهاجم تشيلسي سامويل إيتو، وإلى جانبه فينسان أبو بكر من لوريان، وخلفهما لاعب وسط برشلونة ألكسندر سونغ. المكسيك تسعى إلى نسيان خيبة التصفيات والتعويل على نجاحات المشاركة في ألعاب لندن الأولمبية عندما عادت بذهبية كرة القدم. المنتخب اللاتيني عجز عن حجز بطاقة التأهل مباشرة إلى النهائيات، وكان محظوظا بخوض الملحق بمواجهة نيوزيلندا. تطمح المكسيك على الأقل إلى تكرار إنجازاتها في مشاركاتها الخمس الأخيرة حيث نجحت في بلوغ دور 16، وستعتمد على خبرة قائدها المخضرم رافائيل ماركيز ومهاجم مانشستر يونايتد خافير هرنانديز تشيتشاري وجناح فياريال الإسباني جيوفاني دوس سانتوس. نهائي مبكر جدا يجمع بين طرفي نهائي مونديال جنوب أفريقيا. إسبانيا متيقنة بصعوبة الحفاظ على اللقب في البرازيل، ونجوم هولندا يبحثون عن الثأر نحو أغلى الألقاب. من حيث أنهت فعاليات مونديال جنوب أفريقيا تستهل إسبانيا حملة الدفاع عن لقبها. نهائي مبكر يخوضه لاروخا متسلحا بذكريات اللقب الأغلى. موقعة سلفادور هامة للطرفين، ولا سيما أنها تحدد صراع الصدارة في المجموعة الثانية. المدرب فيسنتي ديل بوسكي حافظ على 16 لاعبا من تشكيلة جنوب أفريقيا، والإضافة الكبرى تتمثل بالبرازيلي الأصل دياغو كوستا. نحن نحترم منتخب هولندا ولا نخشاه، سندخل إلى كأس العالم بثقة ومستعدون لأي أجواء معادية في البرازيل. طبيعة الأمور تعني عدم الفوز باللقب، لهذا مهمة الدفاع عنه ستكون صعبة وغير مستحيلة. المدرب المدريدي لعب دور الإطفائي بين لاعبيه عقب الصراعات المنهكة لنجوم ثلاثي الليغا والتي انعكست سلبا على المنتخب. المنتخب البرتغالي يقوده لويس فانغال بصرامة. مدرب مانشستر يونايتد المقبل قام بجهود كبيرة لإبعاد اللاعبين عن الاحتكاكات المباشرة والتي كان عنفها بين أريان روبن وإندي. ينشد الهولنديون الثأر لخسارتهم الكأس في جوهانسبورغ بأقدام أندرياس أنيستا، فيما يأمل روبن التكفير عن ذنوبه، ولسيما بعد إهدار فرصة العمر لحمل الكأس الذهبية. محور الوسط كيفن ستروتمان سيكون الغائب الأكبر في تشكيلة فانغال، وسيعتمد العجوز على الخماسي المتبقي من تشكيلة الوصافة أبرزهم روبن وفان بيرسي وسنايدر، إلى جانب مجموعة من الأسماء اليافعة، لكنه يؤمن بقدراتهم كثيراً. ولمعرفة آخر أخبار المونديال يمكنكم متابعة برنامج ميدان المونديال مع زميلتي أمان مهنا في حلقته الثالثة مباشرة بعد موجز أخبار الساعة 4. الآن نعود إياكم إلى دينا.